بكم مشاهدينا في ساعتنا الثانية مباشرة من بيروت. هل تصورت يوما أن تتحول المجلات التي تقرأينها عقدا أو سوارا أو حقيبة في اليد؟ موضوعنا في هذه الساعة عن المواهب التي تجمع بين الحس البيئي وبين الفن، بين فن التصميم. دراجا غفالي والتفاصيل. لولي بوب هو الاسم اللي اخترته للمجموعة تبعي، مستوحته من كلمة لولي بوب، القصص المدورة اللي فيها ألوان، وبوب يعني بيبر. كمان بيشبه البوب آرت، العصر البوب آرت. كمان كله فيه ألوان، فيه فرح، فيه مرح كمان، وقصص غريبة. جميعنا يقوم برمي المجلات عند الانتهاء من قراءتها، أو حتى العلب الفارغة لأي منتج، لكن دايزي تستخدم المواد المهملة بشكل مبتكر وصديق للبيئة لتصنع منها أكسسوارات منوعة بدأت تغزو الأسواق اللبنانية. بلشت أخذ أفكار عن الإنترنت كخطوة أولية، بعدين صرت طور حالي أشتغل أنا على تصاميم أنا باختراعها. بلشنا نفوت أول شيء بالمجال الورق، صرت جمع مجلات، كمان جمع أوراق جرايد. كل الناس اللي بيعرفوني بشتغل بهالشغله صاروا يجمعوا لي اياهم احلى ما ينكبوا، نرجع نستعملهم مره ثانيه. لكل خطوه ناجحه مشجعون، والاهل من اوائل الداعمين لدايزي في مسيرتها الحرفيه، اضافه الى رفاقها في الجامعه، ما ساعدها على المشاركه في عدد من المعارض والمناسبات التي اتاحت امامها فرصه التعريف والتسويق لتصاميمها. في ايامات العالم بتفكر انه الجزدان معمول من جلد، ما بيعرفوا انه هدول ورق مجلات. قد ما عن جد الكاليتي كثير منيحه، يعني عم جرب قد ما في كمان حبب العالم بالبيئه وقربهم لها اكثر. الطموح والصبر من صفاتها، لان عملها يتطلب دقه في التصنيع ووقتا للانتاج، اما الشغف فهو رفيق دربها الذي دفع بها الى تطوير ذاتها، فضلا الى تخصصها في مجال التصميم الجرافيكي الذي شكل مصدر الهام لها. حلمي يصير عندي مشغلي الخاص، اقدر اوسع بعد افكاري اكثر، اجيب مكانات بتساعدني لاشتغل اكثر بوقت كمان اقل، لانه شغلي كثير كثير بياخذ وقت وبياخذ تعب كمان. يعني هيدا حلم لبعدين. تدق حرفة الاكسسوارات الورقية باب عالمنا العربي بعد رواجها في العالم الغربي، في وقت يسعى الجميع الى تشجيع الصناعات والحرف الصديقة للبيئة. دراجا غفري، اليوم على الحرة، بيروت. وأدت حملات التوعية الخاصة بالبيئة إلى رفع مستوى الجهود والمبادرات المساهمة في الحفاظ على الطبيعة.